عايز تعمل فيديوهات وتبقى يوتيوبر، عندك افكار حلوه ونفسك تبقى صانع افلام، عايز تشتغل كمونتير، او حتى لو انت صاحب بيزنس ونفسك تعمل فيديوهات دعائيه للبيزنس بتاعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم. انا عمرو عطا الله، فريلانسر فيلم ميكر وفيديو اديتور من 2011. اشتغلت في مشاريع كتيره وفيديوهات كتيره، سواء منها اللي اتعرض على التلفزيون او اللي اتعرض على الانترنت. ومع بدايه 2019 احب اقول لك ان الفيديو بقى اداه قويه جدا للماركتنج، والتوجه بقى للفيديو اكتر من الصوره، وده لان الفيديو بألف كلمه، الفيديو قادر ان هو يوصل الفكره والمعنى في وقت قصير جدا وبقوه وبفاعليه كبيرة جدا. وعشان كده ده اول فيديو في كورس الادوبي بريمير برو اللي هنتعلم فيه ان شاء الله الفيديو اديتنج، وكمان تيبس هتساعدنا جدا جدا في الفيلم ميكنج. فليه اصلا برنامج البريمير؟ البريمير هو احد منتجات شركة ادوبي، بيتميز ان هو مرن جدا وقوي جدا واحترافي جدا. هدف الكورس بتاع الفيديو اديتنج انك تتخلص من اللخبطة بتاعة الفيديو اديتنج عموما، بحيث انك تقدر تطلع الفيديو بتاعك باي فكرة انت عايزها او اي شكل انت محتاجه. نظام الكورس عامل ازاي؟ لو انت اول مره تعرف على نظام اي كورس بعمله، يبقى عباره عن مجموعه فيديوهات، بنبدا من البدايه خالص من التسلسل، من اول اساسيات يعني ايه فيديو وايه هو اللي بيكون الفيديو. فان شاء الله نبدا من الاساسيات واحده واحده بترتيب منطقي، ان شاء الله يوصل لك المعلومه بشكل بسيط وتستمتع بيه. كمان هنتعلم في الكورس دوت ازاي نبدا المشروع بتاعنا، ازاي ننظم المشروع بتاعنا، ونفكر ازاي نبني الفيديو بتاعنا، ازاي نختار الموسيقى، وكمان هنتعلم ازاي نعمل كلر كوركشن وكلر جريدنج. التلوين او انك تعمل كلر كوركشن ده من اهم الحاجات اللي المفروض تتعلمها في الفيديو اديتنج، لان دوت اللي بيضيف شكل تاني وبيطلع الفيديو بشكل مختلف تماما عما كان. وكمان هيبقى معانا باكج فري تماما، هتبقى من ضمن الباكجز اللي هتبقى متاحه ليك انك تنزلها في الكورس، مجموعه لوتس بتسهل لنا عمليه الكلر كوركشن. وكمان هيبقى معانا سوفت وير بلجن هيسهل لنا موضوع الكلر كوركشن دوت، وهو الماجيك بوليت. بيتميز الماجيك بوليت ان هو فيه لايبرري كامله من البريسيتس بتدينا الهوليوود ستايل او السينماتيك لوك. فكل دوت ان شاء الله هيبقى من ضمن المحتوى اللي هنتعلمه، بجانب كمان هنتعلم ازاي نعمل انتقالات وانتقالات احترافيه. وهيبقى معانا برضو من ضمن الباكجز المتاحه حوالي 550 ترانزيشن فري تقدر تنزلهم وتتعامل معاهم، وهنعرف ازاي نعدل عليهم، بيخلونا نتعلم نعمل انتقالات احترافيه وندي الفيديو بتاعنا شكل ممتاز. بالاضافه كمان ان احنا هنتعامل مع الجرين سكرين، وازاي نعرف نعدل على الفيديوهات في الجرين سكرين، ازاي نعمل الترانزيشن بتاعتنا بالجرين سكرين، وكمان هنعرف ازاي نضيف الساوند افكتس بتاعتنا، ازاي كمان نحسن جوده الصوت بتاعنا ونطلعه بشكل احترافي لو احنا بنسجل بمايكات خارجيه او سواء بنسجل بالكاميرا، ازاي نشيل النويز من الصوت بتاعنا. فده اللي هنتعلمه في سيشن الصوت، وهيبقى معانا سوفت وير برده هيبقى متاح انك تنزله، هو اوداسيتي. هنتعلم ازاي نعرف ان احنا نشيل النويز بالبرنامج دوت، وهو بسيط جدا، وده لان الفيديو بتاعنا مش بس صوره، احنا كمان عايزين نهتم بالصوت عشان نطلع الميكس ما بين الصوت والصورة اللي ينقل التجربة للمشاهد بشكل ممتع جدا. وكمان هنتعرف في الكورس بتاعنا ازاي نعمل افكتس على الفيديو بتاعنا، ازاي نضيف تأثيرات معينة على الفيديو بتاعنا، بالاضافة لان احنا كمان هنتعرف على الموشن، ازاي نعمل موشن جرافيك جوه برنامج الادوبي بريمير. واخيرا هنتعرف على الريندر، وازاي نطلع الفيديو بتاعنا من البرنامج بماكسيمم كواليتي ولو سايز. كل المحتوى دوت واكتر ان شاء الله هدفه في الاخر انك تعمل كل اللي انت عايزه وتطلع الفيديو بتاعك بالشكل الاحترافي، بالشكل اللي انت متخيله واللي انت عايزه بنفسك وبسهولة وباحترافية. بالاضافة الى سيشن بونس في الاخر، في اخر الكورس خالص، هنتعرف فيها ازاي ان احنا نعدل على التمبلتس، على القوالب الجاهزة جوه برنامج الافتر افكت. فدي سيشن بونس في الاخر، هنتعرف فيها ازاي ننزل تمبلتس لانتروز مثلا، وانا عايز اعمل انترو اللوجو بتاعي، او اعمل لور ثيرد اللي هو الاسم اللي بيظهر في الجنب دوت. لو انا عايز اعمل الحاجات ديت على الافتر افكت، ازاي اعدل عليها في الافتر افكت وادخلها جوه البريمير عشان اطلع الفيديو بتاعي زي ما اتفقنا بشكل احترافي. وان شاء الله تستفيد باكبر قدر في الكورس دوت، واشوفكم في الفيديو الجاي واول فيديو في تعليم برنامج الادوبي بريمير برو. انا عمرو عطا الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.